اليوم الاتحاد المغربي للمقاولات كينظم واحد اللقاء مع الاتحاد ديال المقاولات ديال موريتانيا. كيجي هذا اللقاء بعد اللجنه المشتركه اللي انعقدت في شهر مارس من هذه السنه، ولقاء مهم جدا اللي غادي يمكن الفاعلين الاقتصاديين للبلدين الاخوين انهم يشتغلوا على واحد المسار مشترك في واحد العالم اللي كيعرف تقلبات اقتصاديه. وكنعرفوا ان الاقتصاد ديال المغرب وديال موريتانيا عندهم مؤهلات مختلفه، ولكن هاد اللقاءات بين ارباب العمل والاقتصاد غادي يمكنوا ان شاء الله باش نجيو بمشاريع كبرى، باش نكونوا عند حسن ظن رؤيه جلاله الملك نصر الله اللي حرص على واحد التبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين دول القاره الافريقيه والمغرب، وخصوصا مع موريتانيا. المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني اللي انضمنا اليوم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الاتحاد ارباب الاعمال ديال موريتانيا، عرف مشاركه حول 400 مقاوله ما بين البلدين كيمثلوا 14 قطاع. هذا المنتدى كان فرصه باش القطاع الخاص المغربي والموريتاني يشتغلوا على خطه طريق من اجل تقويه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، اللي كيجتمع علاقات صداقه متينه، وباش المقاولات ديالنا تساهم في تنميه المنطقه المغربي العربي والقاره الافريقيه عموميا. احنا اليوم موجودين في الدار البيضاء في النسخه الثانيه من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، واليوم توجد 150 رئيس ومدير شركه موريتانيه اليوم في المنتدى، وبحضور حوالي 300 رجل اعمال ومدير ورئيس مؤسسه مغربي. هذا المنتدى اهميته هو لقاءات مباشره ستكون بين رجال الاعمال، وستتم فيه عروض فرص الاستثمار في موريتانيا وعروض فرص الاستثمار في المملكه المغربيه. هذا الملتقى كنتظروا شحال هذه باش كنتظروا باش نديروا هذا الملتقى ديال رجال الاعمال المغاربه الموريتانيين. القطاعات المهمين اللي غادي نشتغلوا عليهم هو الفلاحه اللي كيطالبوا منا الموريتانيين، وهو نلقاو لهم مغاربه اللي يشاركوا معهم في العمل ويجيبوا لهم التقنيات ديالهم ويخدموا جميع باش يطوروا الفلاحه في موريتانيا.